أهلا وسهلا فيكم من جديد ومنصبح عليكم من جديد. هلأ رح نحكي عن مركز تعليم الكمبيوتر الدولي الثقافي أو المعروف بكمبيوتيتش، وأكيد رح تكون معنا المديرة التنفيذية لهذا المركز السيدة غدير حبش لحتى تحكي لنا أكثر عن البرامج اللي موجودة بالكمبيوتيتش. أهلا وسهلا فيكي. أهلا، كيف حالك؟ صباح النور. الحمد لله. أهلا وسهلا فيك، شرفتينا. يعني قبل ما نحكي عن المهارات، عن الدورات اللي عم بتقدموها بالكمبيوتيتش، احكي لنا عن تأسيسه، أنت تم تأسيس الكمبيوتيتش؟ يعني كمبيوتيتش أول مركز متخصص في تعليم الكمبيوتر والآي تي في الأردن، تأسس سنة 88، يعني عمره 23 سنة. عمره 23 سنة. نعم. هلأ إحنا بنعرف إنه الكمبيوتيتش بيقدم يعني مهارات الحاسوب، دائما مواكب للتكنولوجيا، وبيقدم دائما دورات بالحاسوب، بمهارات الحاسوب بالتكنولوجيا. نعم. بس قلتي لي إنه مؤخرا تم إضافة مهارات اللي هي إدارة، وإدارة يعني الإدارة بشكل عام، فاحكي لنا عن هاي المهارات. اوكي، هلا نحن بالعام 2012 كمبيوتيتش عنده سلوغان جديد اللي هو عم نكبر سوا، اذا هون مبين. فالمركز عم بيكبر بتقديم برامجه وخدماته. بلشنا هاي السنه بطرح مواضيع السوفت سكيلز وبعض المهارات والدورات الإدارية الأخرى، مثل دورات في الموارد البشرية، فعندنا مثلا HR for non-HR، وعندنا Advanced HR، وعندنا دورات في إدارة المشاريع أو Project Management للتحضير للـ PMP. فكمبيوتيتش هلا مش بس كمبيوتر واي تي، اكيد زائد بعض مثل ما تفضلت البرامج الاداريه الاخرى. بس هلا سؤالي، ليه توجهتوا للبرامج الاداريه؟ يعني دائما لكم زي ما بتقولي لي انه كمبيوتيتش لهم 23 سنه، شو سبب توجهكم هلا باعطاء عفوا مهارات اداريه؟ هلا مثل ما حكينا انه اول شيء حشد السوق، بدنا نشوف الزباين والناس ايش بدها. الشركات عم تطلب دورات في الاي تي، وعم تطلب دورات ايضا في المهارات السوفت سكيلز هلا بنحكي عنها يعني، وبنشوف الحاجه لإلها. فالحاجه لهاي الدورات عم بتزيد، فبالتالي لما يكون في نيد في السوق، لما يكون في حاجه، اكيد بدنا نحاول انه احنا نلبي حاجه الناس ونزودهم بهاي الدورات. فهي من باب التوسع بيكون زي ما بقولوا أفقي وعمودي يعني. فتوجهنا لموضوع السوفت سكيلز، لأنه في عنا برنامج يمكن تحدثنا فيه قبل شوي، هو برنامج بريطاني. فلما شفنا هاي الفرصة أنه إحنا بنقدر أنه نجيب هذا البرنامج على الأردن، اللي هو الانترناشنال بزنس سكيلز، ونوفره للطلاب الأردنيين أو الشركات أو الأفراد في الأردن، فلقيناها هاي عبارة عن فرصة كبيرة. يعني كمان كل شخص، يعني كمان هاي يمكن بداية سنة، وأنا كنت حابة أول شيء أحكي كل عام وأنتم بخير، ونهني الناس بالسنة الجديدة. ونحكي إنه الواحد عادة بأول السنة بحط بلان إيش بده يسوي، أو خطط، قرارات، خطط New Year's Resolutions، أو الأمنيات والأهداف، الأشياء اللي حابب هو يحققها في السنة الجديدة. فنحن كانت إذا بدنا نحكي عن مثل ما حكينا، بدنا نحكي عن SWOT Analysis. فإحنا SWOT Analysis اللي عملناه لكمبيوتيت كان لقينا في opportunity، في فرصة إنه ندخل برامج إدارية جديدة ودورات soft skills، فحبينا انه نطرحها ببدايه هاي السنه. يعني هاي البرامج الاداريه جديده لسه، يمكن ما في ناس هلا ان التحقوا فيها او انتسبوا لها، لانه هي ببدايه 2012 انتم بلشتوا. هلا حاليا باب التسجيل مفتوح، بلشنا نعلن عنها، وباب التسجيل مفتوح وبلش ناس تسجل عليها. هلا في عنا احنا بس حابين نحكي انه هاي السوفت سكيلز طبعا بتكون للافراد وفي للشركات، يعني ممكن انه نسوي احنا كاستمايزد training course، مثلا اذا شركه معينه بدها تدريب معين بس لموظفينها، ممكن الترينر نفسه المدرب يروح على هاي الشركه ويعمل تريننج عندهم، او ينعمل تريننج في اوتيل، او ينعمل عندنا في المركز. يعني كل الاقتراحات موجوده. كمان هلا انا حابه اعرف، يعني قبل ما نفوت بالتفاصيل، حابه اعرف ست غدير عن البرامج اللي انتم بتقدموها بمجال الاداره، ايش البرامج اللي بتقدموها؟ اوكي، هلا خلينا نحكي اول شيء عن برنامج السوفت سكيلز، او اللي هو اسمه انترناشونال بزنس
سكيلز بروجرام. اول شيء هو برنامج انترناشونال، يعني موجود في عده بلاد، بلش من بريطانيا، هو اصلا برنامج بريطاني وانتشر في كثير بلاد، وانتشر يمكن له سنه او سنتين بالامارات، في دبي وابو ظبي، وهلا صار موجود في 2012 عندنا في الاردن. هذا مثال، اذا الكاميرا بتاخذ مثال عن الكتاب. هذا الكتاب تبع هذا الكتاب في مادة اسمها Self Awareness and Personal Development. اوكي، وبيقدر الشخص يحضر دورة في هاي المادة اللي هي بتحكي عن المهارات والقدرات الشخصية وتنمية المهارات والقدرات الشخصية، وبيقدم امتحان إذا بحب يقدر يقدم امتحان أونلاين مع View Testing Center، وبتيجي شهادته من بريطانيا من الـ ABP اللي هي الـ Association of Business Practitioners ببريطانيا، أو رابطة ممارسي الأعمال البريطانية. اوكي، طيب اذا هاي دوره، هذا هاي احدى الدورات. هلا في دوره ثانيه مطلوبه كثير وكنا دائما نسال عنها، اللي هي دوره الكاستمر سيرفيس او خدمه العملاء، خدمه الزبائن او العملاء، خدمه الزبائن او خدمه العملاء بالضبط. عندنا كمان البزنس كوميونيكيشن او مهارات الاتصال، طبعا اللي بتحكي عن الاتصال الفيربل والنون فيربل، وشو مشاكل الكوميونيكيشن وكيف نحل مشاكل الكوميونيكيشن. وفي عندنا دوره في البزنس اتيكيت، حلو، او هو فن التعامل التجاري، اتيكيت الاعمال. هذا كثير مفيد للفنادق، للبنوك، لكل الناس اللي بيشتغلوا بالفرونت لاين بالتعامل مع الناس، كماده كثير حلوه. عندنا البزنس بيسكس اند فاينانس، اساسيات الاعمال التجاريه والماليه، بتعطي فكره بشكل عام عن الأمور المالية والأعمال. وعندنا البيبل سكيلز اللي هي مهارات الأشخاص، وهي البيبل سكيلز أقرب للإتش آر، يعني اللي بده بطمح إنه يصير مانجر حلو كمان يحضر مثلا دورة في البيبل سكيلز في البزنس فاينانس. مهم للموارد البشرية، مهم للموارد البشرية. هذا غير دورة الموارد البشرية اللي عندنا في المركز، هاي تابعة للبرنامج الدبلومة. وعندنا التايم مانجمنت أو إدارة الوقت، وبنعرف قد الوقت شيء مهم واحنا كيف بدنا نستغل هذا الوقت. يمكن مثال كنا عم نحكي انه هلا في عطله عند طلاب الجامعات، فحلو انه يستفيدوا من هاي العطله، يحضروا كورس مثلا 5 ايام باي موضوع هم بحبوا. هذا الشيء اكيد رح يعزز السي في تبعهم، يعطيهم فرصه افضل للالتحاق بعمل بوظيفه افضل ببوزيشن افضل عند التخرج. وعندنا كمان الاي تي فور بزنس او التكنولوجيا والأعمال، برضو هاي دورة مهمة جدا، لأنه كتير ناس بالذات الناس اللي درسوا مواد بعيدة شوي عن الكمبيوتر والآي تي، ما كتير على اطلاع هم بكيفية الاستفادة من التكنولوجيا، يعني كيف البرامج المختلفة، الابليكيشنز المختلفة كيف تقدر احنا تفيدنا بشغلنا الحالي. ففي عنا دورة الـ IT for Business. هدول هم الدورات اللي هدول موجودة، 8 دورات، كل دورة ممكن انه الشخص يحضرها بشكل منفصل. يعني بس دورة خدمة عملاء، بس دورة بزنس كوميونيكيشن. هلا انا لما اخذ واحد من هاي الدورات، نعم، ايش الشهادة اللي بحصل عليها؟ بتحصلي على شهادة اسمها Intermediate Award في هذا الموضوع، يعني Intermediate Award في الكاستمر سيرفيس، ان كاستمر سيرفيس. برضه بتيجي هاي الشهاده من الاي بي بي من بريطانيا، من الاسوسيشن اوف بزنس براكتيشنرز. واذا بتحضري الثمان مواضيع بتاخدي الدبلومة اللي هي اسمها The ABP Diploma in International Business Skills، أو الدبلوم المتوسط في مهارات الأعمال الدولية. طب هذا يعني هاي الشهادة اللي أنا بحصل عليها من هاي البرامج اللي ممكن أني أخذها بالكمبيوتيتش، أدي شيء ممكن تكون مفيدة بالنسبة لي؟ يعني شو بتعني هاي الشهادة إذا أنا أخذت هاي الدورات ورحت توجهت على شركة بدي أقدم مثلا، حطيتها بالسي في تاعتي؟ نعم. أديش مفيدة؟ أديش مهمة؟ أوكي، هلأ أنا كمديرة المركز مثلا جزء من شغلي HR، بقابل مثلا ناس بدهم يشتغلوا في المركز، أو قبل هيك في أي شركة بتكون فيها في ناس بيقدموا سي في انهم بدهم يشتغلوا، مزبوط. هلا اذا يعني على ايش بيطلع الاتش ار مانجر عاده؟ بيطلع طبعا اكيد على الدراسه الاكاديميه وعلى الاكسبيرينس والخبره، بس كمان بهمه كثير السكيلز او المهارات اللي بيتمتع فيها هذا الشخص المتقدم للوظيفه. يعني هذا الشخص اذا كان عنده مهارات عاليه، او السي في بيوضح انه هو التحق بدورات تدريبيه، بيورجي شغلتين. اولا انه هذا الشخص عنده طموح
وتعب على حاله وبيشتغل على حاله وبيطور من حاله ومستعد انه يعني يعمل شوي اشي زياده عن غيره، جهد أكتر. ما هلا جهد اكثر، لانه هلا قد ايه عدد الخريجين، قد ايه في ناس عم بدوروا على شغل، قد ايه لازم الواحد يتميز، فالواحد بده بالضبط يكون متميز عن غيره. فهاي كونه انه في عندنا هاي الشهاده، اولا هذا الشخص متميز عن غيره بتعب على حاله، ثانيا اكيد عنده المهارات اللي اكتسبها من هذه الدوره. يعني هاي الدوره هي عباره عن مش محاضره، يعني هي عباره عن دوره تدريبيه. يعني في عندنا ريل وورلد اكزامبلز، في عندنا رول بلاينج، عندنا اكتيفيتيز بتصير، نشاطات عمليه، نشاطات عمليه بالضبط، خبره المدرب وقد المدرب عم بينقل خبرات عمليه للناس اللي بتحضر، قد الناس اللي عم تحضر عم تاخذ من خبرات بعض في حل المشكلة أو في النقاش لهذا الموضوع. فأكيد هذا الشخص بيكون عنده ميزة عن غيره طبعا. طيب هلا أنا كمان عم بفكر إنه دائما بسمع كثير من الأشخاص، نعم. يعني سواء أشخاص شركات بيقولوا لك إنه إحنا مثلا بنحب ناخذ دورات، يعني سواء بأي مركز، بس المشكلة الوقت. يعني في كثير أشخاص مثلا بيخلصوا الشغل كثير متأخر، فكيف أوقات هاي البرامج والدورات؟ أوكي، هلا هذا سؤال كثير مهم، لأنه فعلا إحنا دائما بنسأل عليه، بيحكوا معنا إحنا بنخلص على 5، إحنا بنخلص على 6. هلا نحن الدورات المسائية متوفرة، عندنا دورات ممكن تبلش الساعة 6، عندنا بعض الدورات ممكن تبلش الساعة 7، عندنا دورات صباحية، يعني ما عندنا مشكلة في الوقت. حسب البلان هلأ حاليا في تسجيل على دورات صباحية وفي تسجيل على دورات مسائية. يعني خلينا يمكن من خلال برنامجكم ندعو الناس إنه والشركات يبادروا بالتنسيب لهاي الدورات، كونه في بداية السنة ببلشوا هم ينفذوا بالخطط التدريبية. فباب التسجيل مفتوح على الدورات الصباحية والمسائية، سواء في دورات الاي تي والكمبيوتر او في دورات السوفت سكيلز او دورات الاتش ار او دورات البروجكت مانجمنت. يعني كل الدورات هلا حاليا تسجيل مفتوح عليها. والدورة الواحدة او البرنامج الواحد قد ايه مثلا مدته اقصى حد للدورة؟ اوكي، هلا هدول البرامج السوفت سكيلز مثلا اذا بدك تحضري كاستمر سيرفيس هي مدة الدورة 20 ساعة، احنا مقسمينها حاليا 4 ساعات في اليوم، ممكن تكون 4 ساعات مسائية، فبيخلص الشخص بخمس أيام. حلو. طيب هلأ إيش بيميز كومبيوتيتش عن غيره بمجال البرامج الإدارية اللي أنتوا بتقدموها؟ يعني أنا ليش أجي على كومبيوتيتش ما أروح على مراكز ثانية مثلا؟ أوكي، هلأ حاليا كومبيوتيتش، يعني حاليا كومبيوتيتش هو المركز الوحيد في الأردن اللي عم بيقدم برنامج سوفت سكيلز أو هاي المهارات والدورات اللي حكيناها الثمانية بمنهاج بريطاني. يعني كل أي طالب منتسب للدورة بيحصل على كتاب مثل هذا، فهي مش برنامج محضر محليا، هو برنامج وكتابه جاي دولي عالمي جاي من بريطانيا. زائد انه مش بس بيحصل على شهادة محلية، بيحصل على شهادة دولية، بيحصل على شهادة معتمدة من الاي بي بي، فهاي بتفرق شوي كمان بأهمية الشهادة وبأهمية الدورة. سؤالي الأخير، قلتي لي قبل ما نفوت على الهواء انه مثلا في بعض الأشخاص، انا كنت عم بسألك انه في بعض الأشخاص ما بيعرفوا مثلا لغة إنجليزية او بفضلوا انهم يتعلموا باللغة العربية لهاي الدورات، فهل هاي الدورات او البرامج موجود منها بالعربي وبالإنجليزي بما انه عم نقول انه المنهاج تقريبا بيكون بريطاني؟ اوكي اكيد. هلا بما انه هذا البرنامج كان برنامج دولي واسمه International Business Skills، وكان يعني انتشاره بده يصير على مستوى العالم او بلش يصير على مستوى العالم، فهو موجود في اللغتين العربية والإنجليزية. يعني بحب بس أوضح كيف يعني موجود باللغتين، لأنه عادة نحن البرامج بنعملها bilingual، بس لنفترض القطاع العام، كل مؤسساتنا الحكومية، الوزارات، الناس اللي بيهتموا اللي بيفضلوا أنه يكون يمكن البرنامج باللغة العربية، بنحب نخبرهم أنه هذا البرنامج البريطاني نفسه موجود كتب مثل هاي باللغة العربية. زائد البرزنتيشن اللي بتطلع قدام الجمهور، الباوربوينت برزنتيشن، برضو السلايدات معمولة باللغة العربية، زائد الامتحان الدولي اللي بدهم يعملوا بالفيو تيستينج سنتر برضو بيكون الامتحان باللغة العربية. أنا بدي أشكرك ست غدير حبش، المديرة التنفيذية لمركز تعليم الكمبيوتر الدولي الثقافي. شكرا لك وأهلا وسهلا فيكي. دائما إحنا بنشكر الكمبيوتيتش على هاي البرامج اللي دائما بوفروها لحتى ينفعوا الأشخاص وأيضا ينفعوا الشركات وكل المحتاجين. شكرا لك. أهلا وسهلا.
أهلا وسهلا فيكي. برنامج شباب للعمل والمنتفعين من هذا البرنامج بيكونوا معاكم بعد الفاصل، خليكم معنا.